بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نحييكم ونجدد بكم اللقاء والترحيب مع هذه الانطلاقات المستمرة والتحديات المتواصلة في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس رحمه الله وطيب الله ثرى. انطلق قبل قليل شوطنا 13 والمخصص لسن الجذاع ولفئات الابكار، والمسافة هي 6 كيلومترات. بداية واياكم نذهب الى الانطلاق الاول لكي ارى نبا على البداية وعلى البداية الاولى لهجنم الزبار جابر بن علي بن جابر بن نجم المري، من ينطلق ويقدم لنا نبا في عملية التضمير النقلة والدور الى ثاني المراكز لكي ارى نوهي القادمة لهجن المرخية هنا بانطلاقة محمد بن الصغير الوهيبي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز ارى مخايل هي القادمة لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي القادم على المستوى الثالث، نقلة الى رابع المراكز لكي ارى معذورة هي القادمة لهجنم الزبار فاران بن محمد بن قريع يصل على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصلت الان اليافل بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل هيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي في عملية التضمير على المستوى الخامس. هاي شعارات المنطلقة والاسماء المتواصلة في هذا النداء الأول. لنعود إلى البداية الأولى وإلى الانطلاق الأول لكي أرى تواجد من قبل نبأ على البداية لهجنم الزبار فاران بن محمد بن قريع، من يقود نبأ في عملية التضمير على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة إلى المستوى الثاني ومن الجانب الأيمن لكي أرى نوه لهجن المرخية بانطلاقة محمد بن الصغير الوهيبي على المستوى الثالث رابع المراكز. وصلت في هذه اللحظات وانطلقت اليافل بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل هيان بقيادة علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي، من غير بدوره للصدارة وانطلق إلى البداية الأولى. من يقود هذه المسيرة ويقود هذه الجموع المتميزة التي تنطلق على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ولكن أرى تغيير جرى وطرى من قبل نبأ، من غيرت إلى البداية وانطلقت إلى مقدمة الشوط وأول الأسماء لهجن الزبار جابر بن علي بن جابر بن نجم، من يتقدم وينطلق على البداية الأولى. ثاني المراكز وصول من قبل اليافل هي القادمة بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل هيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي على المستوى الثاني. ثالث المراكز أرى نوه هي القادمة بشعار هجن المرخية بانطلاقة محمد بن الصغير الوهيبي في عملية التضمير على المستوى الثالث رابع المراكز. وصلت مخايل الآن بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي في عملية التضمير على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصلت معذورة الآن بشعار هجنم الزبار فاران بن محمد بن قريع على المستوى الخامس بهذه الانطلاقة الجميلة وحضور الشعارات المتميزة في هذه الانطلاقة الصباحية ومع سن الإجذاع وحضور المؤسسات الكبيرة. العودة وإياكم بالاتجاه نحو نبأ على البداية وعلى الانطلاق الأول بهذا الشعار، شعار هجنم الزبار وانطلاقة جابر بن علي بن نجم المري. من يتقدم ويأتي بهذه البطلة التي تقود المسيرة وتتقدم بهذه الانطلاقة الرائعة، بينما المستوى الثاني
الثاني أرى وصول من قبل نو هي القادمة لهجن المرخية بانطلاقة محمد من الصغير الوهيبي على المستوى الثاني ثالث المراكز. وصلت مخايل لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على المستوى الثالث رابع المراكز. أرى تقدم خطوة بخطوة ووصول من قبل معذورة هي القادمة في هذه اللحظات لهجن مزبار فران بن محمد بن قريع القادم بانطلاقة معذورة تتقدم وتتشكل في هذه الانطلاقة ونحو المراكز المتميزة. بينما رابع المراكز أرى اليافل هي القادمة بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي على المستوى الرابع. هنا في هذه الانطلاقة وحضور الشعارات الجميلة، ولكن العودة وإياكم نحو البداية لكي أرى نبع على البداية الأولى بانطلاقة هجن الزبار بتحدي وانطلاقة جابر بن علي بن نجم المري على البداية، ولكن حصل تغيير من قبل معذورة على المستوى الثاني لهجن الزبار بانطلاقة فاران بن محمد بن قريع على المستوى الثاني ثالث المراكز. وصلت في هذه اللحظات مخايل لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. بينما رابع المراكز وصلت نوة على المستوى الرابع لهجن المرخية بانطلاقة محمد بن الصغير الوهيبي على المستوى الرابع. خامس المراكز وصلت الآن وانطلقت اليافل على المستوى الخامس بشعار الشيخ هنا محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي على المستوى الخامس. ولكن العودة إلى نبا على البداية وعلى الانطلاق الأول بهذه الانطلاقة المتميزة بهذه الاندفاع الرائعة لهجن الزبار جابر بن علي بن نجم، من يقدم لنا نبا على البداية الأولى وعلى الانطلاق الأول بهذه البطلة والعصا في الابطان بدون اوامر وبدون تعليمات تذكر على الاطلاق. ثانيا معذورة، وثالثا وصلت مخايل على المستوى الثالث رابع المراكز. ارى مكارم لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن على البداية على الانطلاق الاول انطلقت بهذه العروض المتميزة قدمت لنا أقوى هذا الانطلاق المتميز. مع اللحظات الأخيرة مع الأمتار النهائية، وهي نبأ مع اللحظات النهائية والأمتار الأخيرة لهجن الزبار جابر بن علي بن نجم، من يقدم لنا نبأ مع هذه البطلة المتميزة الرائعة التي انطلقت بالعروض الجميلة التي انطلقت بهذا المشهد المتميز والجميل في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. ثاني المراكز كان الوصول من قبل مخايل لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. ثالثا مكارم لهجن الشحانية جر الله بن محمد بن عقيل، بينما كان الوصول من قبل خامس المراكز أو رابع المراكز معذورة لهجن الزبار فران بن محمد بن قريع. خامس المراكز كان الانطلاق من مخيفة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فران، كان على خامس المراكز متواصلين بانطلاقة مخيفة. نعود وإياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول نبأ إلى خط النهاية لهجن إنتاج أم الزبار بانطلاقة جابر بن علي بن نجم، كان متواصلا مع نبأ 9 دقائق 11 ثانية 99 جزء من الثانية. هكذا كان انطلاقة نبأ. مشكور يا بن نجم من قدم لنا هذه الانطلاقة. ثانيا كان الوصول والانطلاق من قبل مخايل لهجن العاصفة غياث الهلالي. 9 دقائق 13 ثانية 97 جزء من الثانية. ثالثا وكان الوصول من مكارم مع ثالث المراكز لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. 9 دقائق 14 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك.